السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تحت بازا لنقف على الإشغال تاع المركز التدريب للفرق الوطنية الرياضية اللي يقع في إذن في منطقة فوكا بولاية بازا، واللي يتكون من مغطات وعدة ملاعب وكذلك مركز للإيواء الرياضيين، يعتبر يعني مركز متكامل سنتر انتيغري كما يسمى. إذن نخليكم تتابعوا الأشغال يعني تقرب من النهاية نتاعها، والسلام عليكم.